لو بتكلم بقى على المواد اللي هي ما بتعديش، نبتدي نتكلم عن حاجه بنسميها الاوزموتيك بريشر. عشان اتخيل الاوزموتيك بريشر ده اكتر شويه، هتخيل ابتدي من الاول خالص الديريفيشن بتاع الموضوع ده من اول الجاس لو. اوكي، الجاس لو اللي احنا كنا متعودين عليه وخدناه في الكيمستري، بنتكلم على بي في بتساوي ان ار تي. اوكي، ان سمول دي كانت هي عباره عن نمبر اوف مولز. لو احنا حبينا نحطها ان ترمز اوف نمبر اوف مولكيولز عشان تبقى يعني ممكن احنا على طول نقربها للحاجات اللي هي فيها مثلا كونسنتريشنز وحاجات زي كده، بنتكلم على ان احنا بنضرب في المولكيولر ويت. المهم في الاخر بناخد الار دي، وفي الاخر تبقى كي بي بدل الار، يعني بقى ان كابيتال دي هي نمبر اوف مولكيولز بدل نمبر اوف مولز، والكي بي هي عباره عن الايه، هي عباره عن البولتسمان كونستانت بتاعي. اوكي، هما الاثنين ايكويفالنت لبعض، مفيش اي اختلاف فيهم خالص. طبعا احنا عارفين ان الكونسنتريشن، لو احنا عندنا تو كومبارتمنتس او عندنا كومبارتمنت مثلا معين، بيبقى الكونسنتريشن بتاعي بيبقى نمبر اوف مولكيولز على الايه، على الفوليوم. اوكي، ممكن نتكلم على سي سمول هي نمبر اوف مولز على الفوليوم، بس دي مش يعني ليس لايك ان احنا نستعملها. غالبا بنستعمل الكونسنتريشن ده اكتر من الايه، من الـ من السمول كونسنتريشن اللي هو سي 1، دي هي المور كومن عن السمول سي 1. لو حبينا بقى نبتدي نعمل موديل للاوزماتيك بريشر، هنتخيل ان في عندي فوليوم كبير في ستار، اللي هو عباره عن مجموعه الاثنين دول، متقسم لتو سب فوليومز في 1 او في وفي داش. اوكي، وفي عندي هنا ان 1 وهنا ان 1 داش، وفي عندي هنا كابيتال سي 1 وهنا كابيتال سي 1 داش. اوكي، اللي هو الكونسنتريشن بتاعي. واتخيل ان في بارشل بريشر بتاعي، بارشل بريشر بتاع الجزء اللي هو بتاع الريليتد للكونسنتريشن اللي موجود هنا ده سمول بي 1 وهنا سمول بي 1 داش. اوكي، فالبريشر يعني بيسكلي لو انا بتكلم على ان البارتيشن دوت بيرميبل او سيمي بيرميبل، يعني بيسمح ان الحاجات اللي الكونسنتريشن بتاعها سي 1 هنا وسي 1 داش هنا تعدي من هنا لهنا ومن هنا لهنا، يبقى لازم البريشر بتاعي يفضل ثابت في الاثنين، لان هما الاثنين بيبقوا فريلي موفينج هنا. فبيسكلي يعني في الاخر الاند اب ان السي 1 هنا هي نفسها السي 1 هنا، فهنلاقي الافريج نمبر اوف مولكيولز بتاعتنا نتيجه للسي 1 هنا سي 1 بتساوي سي 1 داش، يبقى معنى كده بي 1 بتساوي بي 1 داش بيساوي سي 1 في كي بي في تي. اوكي، احنا جبنا الايكويشن دي منين؟ نتيجه ان احنا عندنا زي ما احنا كنا شفنا المره اللي فاتت كان بي في بتساوي ان ار تي، فانا خدت الفي وديتها الناحيه الثانيه وقسمتها قسمت الان عليها فبقت سي، فبقى البي بتساوي سي في كي بي في تي. اوكي، فلو انا عندي في حريه حركه بين الاثنين دول، يبقى معنى كده ان هيبقى سي 1 بيساوي سي 1 داش، ونتيجه كده يبقى بي 1 بيساوي بي 1 داش وهكذا. طيب دلوقتي لو حصل ان في عندنا سكند سبيشيز، يعني في عندنا يعني نوع تاني من انواع البارتيكلز موجود، بس النوع ده مش موجود في ناحيتين، موجود في ناحيه واحده بس، يعني في عندي هنا سي 2 هنا، في عندي سي 2 داش مفيش موجوده اصلا، في نتيجه للسي 2 دي عندي ان 2 وعندي بي 2 نفس الفوليوم هو واحد، يبقى معنى كده التوتال بريشر بتاعي هنا هيساوي كام؟ هيساوي بي 1 زائد بي 2. بي 1 ده اللي هو عبارة عن سي 1 في كي بي في تي، والبي 2 ده عبارة عن سي 2 في كي بي في تي. اوكي، هل في عندنا هنا سي 2؟ مفيش عندنا هنا سي 2، وسي 2 ده البارتكلز اللي انا بتكلم عليها في السكند سبيشيز دي كانوت باس ثرو، يعني ما تقدرش تعدي من هنا لهنا، فمعنى كده ان هنا لا يمكن هيبقى في سي 2 خالص. يعني معنى كده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في هنا عندي نفس البريشر اللي هو بي 1 داش مش هيتغير، اللي هو عباره عن سي 1 داش في كي بي في تي. يعني معنى كده هيبقى في عندي في الجانب الشمال دوت هيبقى في عندي مجموع 2 بريشرز بي 1 بلس بي 2، هنا هيبقى في عندي بريشر واحد بي 1 داش اللي هو بيساوي بي 1، هو مقابل للحاجه اللي هي بيرميبل او هي بتسمح لها انها تعدي من خلال الممبرين دوت. البريشر بقى اللي هو الاضافي اللي هو بي 2 ده اللي هو مقابل للسبيشيز اللي ما تقدرش تعدي اللي كانوت باس ثرو، ده اللي بسميه الاوزموتيك بريشر. فالاوزموتيك بريشر كديفينيشن، كفورمال ديفينيشن بقى، هو عباره عن التوتال بارشل بريشر فور اول سبيشيز ذات كانوت باس ثرو ذا ميمبرين، وبيبقى دينوتد دايما بباي. اوكي، فالباي باي 2 بتساوي سي 2 في كي بي في تي. اوكي، بتكلم هنا خلي بالنا ان هي اول سبيشيز، او عندي مثلا كذا نوع من انواع البارتكلز الموجوده وكلها ما بتعديش، بجمع التوتال بريشر بتاعها هو يبقى هو ده الاوزموتيك بريشر بتاعي.
ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان احنا عندنا البريشر ات اني كومبارتمنت هو عباره عن مجموعه حاجتين، درايفنج بريشر زي الاوزموتيك بريشر. الدرايفنج بريشر ده هو عباره عن البريشر اللي هو نقدر نقول عليه ان هو بتاع كل السوليوتس اللي هي بيرميبل بالنسبه للممبرين اللي هو موجود جنب الكومبارتمنت ده. اوكي، فاتكلم عن البي دي اللي هي بي دي زائد باي. بي دي اللي هي بتاعه الحاجه اللي ممكن بيرميبل بالنسبه للممبرين، والباي دي هي مجموعه البريشرز اللي هي بتاعه السبيشيز اللي مش مسموح لها انها تعدي. لو في عندي ديفرنس بين تو كومبارتمنتس في البي دي هيحصل فلو، يعني يحصل نت فلو، سواء كان ديفيوجن سواء كان بالك فلو، بس في الاخر هيحصل فلو. لو في فرق في الباي مش هيحصل اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه هتحصل، لان بيسكلي الفرق ده يعني جاي نتيجه لسبيشيز ملهاش اصلا الحق انها تعدي من الممبرين دوت. اوكي، فالكونكلوجن هنا ان there is no flow if the driving pressure is the same between the two sides of the membrane. اوكي، لو الاوزموتيك بريشر از نوت ذا سيم ما يحصلش برضه ستيل فلو.